بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن العلاج المتعدد بالقرآن والحجامة والعسل. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذه الآية سورة الإسراء آية 82. هذه الآية تؤكد على دور القرآن في الشفاء، وهو ما أثبتته الدراسات الجديدة في هذا المجال. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه في شفاء للناس، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه السورة سورة النحل آية 69. كذلك فقد أثبت البحث العلمي الفوائد العظيمة للعسل في علاج مختلف الأمراض، ولذلك أنصح باللجوء إلى علاج متعدد من الحجامة والقذاء بالعسل والزيت الزيتون، بالإضافة إلى الاستماع إلى القرآن. والله أعلم.